وبركاته. طلب الثالثة إعدادي معنا النهاردة يونت 8. يونت 8 من الملحق الإجابات. هنقرأ كده ونفسر. إبراهيم works for a charity for free. إبراهيم بيشتغل للجمعية الخيرية مجانا. This mean he is an volunteer, power, manager, governor. طبعا volunteer ده طبعا هو متطوع. Not energy means that natural energy that does not disappear. إنها طاقة طبيعية لا تختفي. Renewable fuel, gas, pollution. طبعا renewable لأنها متجددة. To change the meaning of crease. عشان نغير معنى كلمة crease. We add the prefix un, in, in, re. طبعا in عشان تبقى increase. Trees absorb carbon dioxide. الأشجار بتمتص ثاني أكسيد الكربون and produce oxygen وبتنتج الأكسجين. The antonym of absorb is عكس كلمة absorb. Dissolve, freeze, leak, endanger. طبعا leak عكس كلمة absorb. To form the noun of pollute add the suffix. عشان نغير نجيب النون من كلمة pollute من الفعل pollute هنضيف لها ايه؟ ناس ION fall meant طبعا ION is a long period of time during which no rain falls وقت طويل ما بتنزلش المطر فيه. Fuel gas drought flood طبعا drought يعني جفاف الوقت المطر ما بتنزلش بقالها وقت يبقى جفاف. He went into the bathroom هو دخل الحمام. To not a shower he wants to bath هو عايز يستحم. طب make bath give take طبعا take take a shower عشان ياخد حمام. He has a serious lung disease هو عنده مرض خطير في الرئة او مرض رئوي خطير. The synonym of serious نفس معنى كلمة serious is dangerous warm damaged environmental طبعا dangerous. هننزل بقى لل language. If the train is late I not phone you طبعا دي قاعدة F. F مضارع بسيط والمصدر انا هحفظها كده على طول. F مضارع بسيط والمصدر علشان قاعدة F التانية هتكون F ماضي بسيط والمصدر يبقى F مضارع بسيط والمصدر They will go on holiday if they not are having time احنا هنروح اجازة او هم هيروحوا اجازة لو هم عندهم وقت. طبعا انا هشيل R وهشيل ING من have من having هتبقى have عشان دي مضارع بسيط. He kept not at work although he felt ill طبعا kept عايزة الماضي من keep يعني بياخد بعدها الفعل ING أو working. What do you need not buy from the shop mom إيه اللي انت عايزة تشتريه من المحل يا ماما. طبعا need بتاخد to المصدر يبقى to buy. She will take a taxi if it not rain. طبعا rains. هي هتاخد تاكسي لو الجو مطر. F مضارع بسيط والناحية التانية والمصدر. He offered to drive us to the supermarket. وعرض علينا ان هو يوصلنا للسوبرماركت. طبعا offered to drive. To المصدر. طيب she not stay in London if she gets job. if مضارع بسيط والمصدر يبقى she will stay in London هي تقعد في لندن لو هي حصلت على الوظيفة. we would avoid sorry we should avoid طبعا avoid على طول عايز الفعل ing polluting واشيل الاي واحط ing. نشوف الديالوج. أسماء is discussing the problem of producing too much plastic waste with her friend Sally. أسماء بتتناقش عن مشكلة إنتاج كمامة بلاستيكية كتير مع صديقتها سالي. We should do something about this big problem. إحنا لازم نعمل حاجة بخصوص المشكلة الكبيرة دي. قالت لها which problem do you mean أي مشكلة أنت بتقصديها. هتقول لها طبعا I mean أنا أقصد مشكلة التلوث الكبيرة البلاستيكية. يبقى هتقول لها I mean the problem يبقى من أول هنا كده وحطها هنا كده. I mean the problem of producing too much plastic
بيست، واخد لحد هنا كده. طيب قالت لها plastic is a big problem because، يبقى هقول why، ادام لقينا عندنا because، why is it a big problem. طيب ليه بتقول لها ليه دي مشكلة كبيرة؟ قالت لها plastic لان it's bad for the environment. How is it bad for the environment؟ ليه بقى انها بتكون مشكلة للبيئة؟ ممكن اذكر اي حاجة، ممكن اقول انها بتقتل الحيوانات البحرية او هي سيئة جدا للحيوانات البحرية. It's very bad for sea animals. Why don't we start a recycling project؟ ليه ما نبدأش مشروع تدوير أو مشروع إعادة التدوير؟ طبعا هو هناك ده اقتراح، يبقى هتقول له مثلا، هتقول لها إيه اللي ممكن نعمله؟ What should، ماذا ينبغي علينا أن نعمله؟ We، أن نفعل، we do. What should we do؟ طبعا قالت لها ليه ما نبدأش مشروع إعادة التدوير؟ هتقول لها طبعا good idea، دي مشكلة، دي قصدي فكرة كويسة جدا، أو that's great، أو that's fantastic، أو أي حاجة صفة حلوة. If clothes or other material produced by weaving threads، بيبقى قماش أو مادة خام أخرى بتنتج بواسطة نسج الخيط. يبقى weaving ink fabric tradition، طبعا fabric قماش، لأن weaving يعني نسيج، ink يعني الحبر، وtradition يعني عادة. Connected is to linked. Connected نفس معنى كلمة linked. As expensive is to، زي بالضبط expensive بتساوي معنى كلمة ايه. Costly, cheap, lovely, horrible، طبعا costly. They used the plastic fabric to make knot bags, chairs and small carpets. هما بيستخدموا القماش البلاستيكي لعمل ايه، شنط ايه، وكراسي، وكمان سجاجيد صغيرة. They have a lot of different bright colors. دي بقى الزيتونة كلها هنا كده، هو بيقولك هي فيها كل، فيها ألوان ساطعة وجميلة ومختلفة. يبقى colorful ولا terrible ولا ugly ولا horrible، طبعا كل دي صفات وحشة، أنا عايزة صفة حلوة. colorful، وطبعا هو ذكر لي هنا كده فيها ألوان ساطعة مختلفة. To get the opposite of damaged add the prefix، عشان نجيب عكس كلمة damaged. damaged يعني يدمر، أضف لها prefix بداية ايه؟ on this ill, ab, undamaged. Knot means a long piece of cotton, silk. قطعة طويلة من القطن أو السلك اللي هو الحرير. Which people can use to sew or make clothes. اللي الناس بتستخدمه عشان تخيط أو تعمل ملابس. Clothes. Loom, thread, fabric, ink. طبعا thread، أول ما يقول لي long pieces of cotton يعني على طول أقول thread. She was surprised by the book's success. She was، على طول مدام قالك surprised يعني متفاجئة أو مندهشة، هقول traditional linked amazed new، طبعا هقول amazed. To form the noun for machine، a machine from the verb print add the suffix. طبعا print هضيف على طول printer عشان هي طابعة وما تنفعش OR ولا ION ولا IST. طيب the antonym of the word traditional is، عكس كلمة traditional. طب traditional يعني تقليدي، تقليدي يبقى حاجة قديمة، يبقى أنا عايزة حاجة modern أو new. old, ancient, modern, huge، طبعا modern. tomorrow we are having a discuss about weaving in Egypt. بكرة هيكون عندنا مناقشة عن النسيج في مصر. طبعا to get a meaningful sentence، عشان نجيب المعنى صحيح للجملة، we add the suffix to the underlined word. هنضيف suffix إيه الكلمة underlined word؟ طبعا ition, ation, tion. عايز أقول مناقشة يعني discussion، هنضيف لاحقة discussion.
he stayed at a university to not research. طبعا research بتاخد do, to do research. عندي up because tab, up يعني حرف جر, because لأن tab يعني حنفية أو سنبور, why the rabbit هو because rabbit, water يعني يروي أو مية على حسب بقى المينج بتاعتها في الجملة, tab يعني شريط لاصق. ومادام هو جايب لي الاتنين دول يبقى أنا هختار واحدة منهم الاتنين. أحدد بقى, water is one of the most important sources for life, المية بتكون واحدة من أهم المصادر في حياتنا. That's not, we need to save water. طبعا أنا عندي because وعندي why. لو أنا عندي هنا كده بعد النقط دي السبب هاخد because, ولو أنا عندي النتيجة هاخد why. طب قالك that's not, we need to save water, عشان كده لازم نحمي المية, يبقى دي نتيجة مش السبب, يبقى هاخد why. number one هتبقى that's why. ولهذا السبب احنا لازم احنا محتاجين ان احنا نحمي الميه. There are many ways to save water, يوجد طرق عديدة لحماية الميه. You should turn off the not when you are not using water, لازم تطفي ايه, turn off يعني تغلق, تغلق ايه لما تكون ما بتستخدمش الميه. طبعا تاب حنفية, لازم نغلق الحنفية لما نيجي نستخدمش الميه. If you want to not your plants, لو انت عايز تعمل ايه في النباتات بتاعتك, you can use your washing not, لو انت عايز ترويها يبقى على طول water. You can use your washing not water, عايزين نقول يستخدم مياه الغسيل يبقى washing up. You can have a short shower, ممكن تاخد كمان حمام قصير. That uses a little water, لأن أنت بتستخدم فيه مية قليلة. Who do you think not the tournament, من تعتقد أنه هيفوز بالمباراة. أنا عندي think كلمة دل على will على طول. I asked him not leave early, أنا طلبت منه أن هو يغادر. طب asked بتاخد to المصدر, هتبقى to leave. Does she come to dinner if I invite her, هل هي هتيجي للعشاء لو انا دعيتها, يبقى على طول هستخدم will. Many tourists enjoy, enjoy على طول بتاخد I, enjoy walking. It is best to avoid, avoid على طول هتاخد برضو I, enjoy swimming. I not stay at home if I finish the homework, أنا مش هستنى في البيت لو أنا خلصت واجبي, يبقى won't, لأن won't دي النفي بتاع will, ومدام جايبها لي not يبقى عايزة منفية. I won't stay, أنا مش هستنى في البيت لما أول ما خلص واجبي. I think I will buying, طبعا will بعدها مصدر يبقى buy. A new computer, we had to stay home, however there was a storm. طب انا عندي ده السبب وده النتيجة, يبقى ليه بقى انا عندي النتيجة وعندي بعدها السبب, يبقى because. طول Uncle Romy has lung disease, عمي رامي عنده مرض خطير. He smokes too much, هو بيدخن كتير, يبقى على طول ادام عندي كمان نقطه وكما يبقى وانا مغمض how ever او never the less. ليه بقى؟ عشان عندنا هنا كده تناقض, الجملتين اتنين فيهم تناقض. طيب اماني didn't do her homework, اماني ما عملتش واجبها. not teacher punished her, طبعا المدرس عاقبها. طيب انا عندي مدام هنا كده هي ما عملتش واجبها ده السبب, وكانت نتيجة ما عملتش واجبها ان المدرس عاقبها, يعني دي النتيجة, يبقى انا على طول هقول that's why. وخلوا بالكم that's why و that is because بيبقى فيه هنا كده نقطة وما فيش هنا كده قامة, لكن however عندي نقطة وعندي قامة. طيب لكن because بقى
مفيش حتى النقطة هنا كده ظاهرة، مفيش النقطة هنا كده، يعني بصي النقط كلها شكل بعضها، لو كان في هنا كده نقطة كده يبقى أنا مش هختار بيكوز، لكن ما دام مفيش يبقى بيكوز. وكده نكون خلصنا الوحدة التامنة سنة تالتة، إن شاء الله نتقابل في الوحدة التاسعة على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.